كيف أعرف قيمتي رغم عن دراستي، مادياتي، حياتي؟ كيف أعرف أنا منو وأنا ليش وأنا كل هاي الأسئلة؟ روعة السؤال. قيمتك في عطائك لنفسك وعطائك للآخرين. كيف أتأكد أني أنا ياسا أعطي حق نفسي؟ أعطي حق نفسي برب العالمين. كل ما قدرتي تتقربين إلى الله وعطيتي وقت لنفسك، لأن النفس تطيب بذكر الله وتطيب بوجود الله وبعبادة الله. النفس لما تطيب تبدئين تحبين نفسك، وتبدئين هالنفس المحبة تبدئين تحبين الآخرين. حبيتي ربك، الله حبك، الإحسان جزاء إحسان. وطبعا منو اللي محسن إلينا أصلا؟ ربي، لأن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإحنا إحنا لما جيت تعرفت على رب العالمين وحبيت رب العالمين، ترى هو يبالي، هو اللي هداني أني أرد له. فإذا أحب نفسي من خلال رب العالمين، أحبه أعبده، هالإحسان بيرجع لي. عشان أعبده أكيد بعطي، لأني أبا ربي يكون راضي عني. ففي العطاء بتحبين نفسك وبتحبين الآخرين. الله وجدنا على هذه الأرض للمحبة والحب، والحب دائما سبحان الله من جاء. الحب يعني عطاء، عطاء يعني حب الله، بالذات لما النية تكون صافية. فأعطي بحب ونية صافية، وعلى نياتكم ترزقون.